من جهته قال وزير الخارجية السعودية السيد عادل جبير إن الإجراءات التي تم اتخاذها هي إجراءات سيادية بسبب دعم قطر للإرهاب ونشرها للكراهية. الإجراءات التي تم اتخاذها هذه إجراءات سيادية، وهذه إجراءات اتخذت بسبب السياسات التي تمارسها الحكومة القطرية فيما يتعلق بدعم الإرهاب وتمويل الإرهاب، في استضافة أشخاص متورطين في الإرهاب، في نشر الكراهية والتحريض، وفي التدخلات في شؤون دول الأخرى. وهناك اتفاق تم اتفاقين في 2013 و2014 في الرياض، لم تطبق قطر هذه الاتفاقات، استمرت في سياساتها السلبية والعدوانية تجاه دول المنطقة، وفرضت علينا أن نتخذ هذه الإجراءات لمصلحة قطر. كلنا نتأثر سلبيا عندما يقوى الإرهاب أو التطرف، كلنا نتأثر سلبيا عندما يكون هناك تحريض أو خطاب كراهية. فهناك إدانات وهناك موقف دولي فيما يتعلق بإدانة مثل هذه الأعمال، سواء في قرارات أممية أو في قرارات مؤتمرات دولية أو في قرارات منظمة التعاون الإسلامي أو في قرارات الجامعة العربية.